الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سوف أتحدث في هذه الحلقة حول الزنا. من المعلوم أن الزنا من كبائر المحرمات، وقد أشرنا إلى ذلك في بعض الحلقات، وهو من الكبائر التي يجب أن يحرص المؤمن على عدم التورط فيه، وهذا أمر طبيعي وبديهي ومن الضرورات الواضحة والأمور البديهية في شرعنا الحنيف المطهر. لكن رغم وضوح حرمة الزنا، هناك تساؤل حول مفهوم الزنا، يعني متى يكون العمل الجنسي بين غير الزوجين مما يعتبر ويصدق عليه أنه زنا. لا يخفى عليكم أن التعبير بالزنا ورد في الشرع اسما لأمور كثيرة هي دون الجماع. يعني مثلا هناك شيء يقال له زنا النظر. زنا النظر يعني حينما ينظر الإنسان إلى المرأة الأجنبية التي يعني ليست من حلالا عليه بالزواج، ويكون النظر بشهوة، فذلك زنا، وأمثال هذا التعبير. طبعا فقهيا الزنا هو بالأصل هو نفس عملية الجماع، سواء كان في الفرج أو في الدبر، فإن قيام العملية الجنسية بين شخصين غير متزوجين وهما عارفان أنهما غير زوجين وتعمدا فعل هذه العملية باختيارهما دون إكراه من أحد يعتبر زنا، وهو الذي يترتب عليه الحد بالجلد 100 جلدة أو بالرجم حتى الموت إذا كان أحد الزانيين محصنا أو كان كلاهما محصنا. وبالتأكيد غير ذلك من الأعمال الجنسية حرام، كالتقبيل والملامسة والاحتضان والمداعبة وما أشبه ذلك، كلها حرام إذا وقعت عن عمد بين شخصين غير متزوجين عن اختيار وعن تعمد وعن معرفة، فيكون عملهما حراما ويأثمان بذلك، وقد يعاقبان عند يعني في القضاء الإسلامي، ولكن لا يكون فعلهما زنا. هذا ما يتعلق بموضوع مفهوم الزنا. هناك أمور لها علاقة بهذا المفهوم الناس تتداولها خطأ، منها مثلا أنهم يظنون أن أحد الزوجين إذا تخيل شخصا آخر خلال العمل الجنسي أو أنه يمارس معه الجنس يظنون أن هذا من الزنا. في الحقيقة هذا ليس من الزنا، وهو ليس حراما، ولكنه لا يحسن أن يصدر من المؤمن، وخاصة
إذا تقصد هذا التخيل. يعني مرة يحدث التخيل قهرا عنا وبشكل عابر ومن دون أن نستدعيه نحن ومن دون أن نتهيأ له، هذا لا ملامة فيه، لأن الإنسان لا يملك ذهنه عن أن تخطر فيه مختلف الأفكار مهما كان نوعها، ولا يأثم على ما يخطر بباله من مختلف الأفكار ما دام لم ينعكس على السلوك وما دام لم يفعل ما فكر فيه. وأما إذا استدعى هذه الأفكار وتقصدها فإنها لا تحرم عليه في المبدأ، ولكنها تصير حراما إذا استلزمت ضعفا في مناعته الأخلاقية وفي مناعته الروحية، وجعلته في موقع الافتتان والرغبة في فعل الحرام وضعف الروادع عن التوجه إليه. وبذلك ننصح إخواننا وأخواتنا أن لا يشجعوا أنفسهم على مثل هذه التخيلات، لكنها لو حدثت لا إثم في بعضها ولا تعتبر من الزنا ولا يترتب عليها شيء. حياكم الله والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.